السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عادي ما ينهزنا؟ لا لا طبعا. مشاريع تربية الغزلان المشاريع المستحدثة بالعراق الجديدة المربحة، واليوم حبيت اوصل لكم معلومات عن هذا المشروع. بعض الأسئلة راح نطرحها على أخونا المربي. الغزلان هسه مستوردة لو إنتاج عراقي مثلا؟ هذا مستورد، عندي ذاك الفحل وهذا صفة نتي. إذا ما مستوردات، عراقيات ولادة هنا. إنتاج عراقي؟ إنتاج عراقي. مثل ما جاي شوف المستورد يصير هاي التركية بإذنه. واضح واضح. زين ايش كم فحل تحتاج للقطيع؟ يعني مثل هذا القطيع هسه ايش كم فحل يحتاج؟ فحل واحد دائما بالقطيع الفحليا اي يتكاتل. واذا فحل مثلا من يريد يولد اي لازم تشيل الفحل من يمين، اذا جابت فحل الفحل راح يكتله. واضح. هو وصغير يكتله ما يخلي فحل يمه. زين وين واحد ممكن يبيعهن؟ يعني هن هذن بناتهن او من تكاثرهن انت وين ممكن تبيعهن؟ يعني اكو عالم لهم رغبه بالغزال يشترون. والله انا سمعت انه المطاعم هم ينتاخذون. اي المطاعم ياخذون، اكو مطاعم يعني ياخذون مختصه بلحم الغزلان. مو ياخذون. واضح. والطريق عن طريق الفيسبوك تبيعون؟ ايه عن طريق الفيسبوك. هذا الشيء يحتاج على مود واحد يقدر يربيه ويكاثره، يقدر مثلا يربيه بالمزارع الخاصه بالبيت مثلا؟ لا بالبيت تكاثر ما يصير، يحتاج لمساحات واسعه شويه. على مود براحته يركض يلعب تكاثره يصير مضبوط 100%. كل 6 اشهر هذا ولاداتي يولد واحد، اكله طبيعي حاله حال اكل اي الغنم مثل يعني مثل المواشي الباقيه. مثل يعني تطول تبن وعلف لو شلون؟ والله زين. اسعار شلون سعرها اذا واحد يريد يشتريه مثلا؟ يعني تطلع الامايه نسميها الحامل تطلع تك مالتها ب 15، والزوج صغار مثل ذني يطلع يعني تقريبا ب 14 15. حلو. لازم توفر له مساحات مو صحيح؟ مساحات لازم. اي واضح. زين وبالنسبه للحار شلون؟ البرد يعني ما ياثر عليش؟ والله البرد ياثر علي بس الحر هو اجواءه، الغزال دائما بالصحراء يتواجد. فما ياثر عليه؟ يعني ما ياثر علي، اجواء طبيعيه عندي. خوفك فقط من البرد؟ بس البرد، البرد القوي كله. واضح واضح. طبعا اشكرك على هاي المعلومات حبيبي، وربي يوفقك ان شاء الله. واخواني اي استفسار عن هذا الموضوع انا موجود واخونا موجود همين مستعد يجاوبكم عن اي استفسار او معلومات عن هذا المشروع، مشروع تربية الغزلان. كتبوا لي بالتعليقات وانا حاضر. اشكركم جزيلا.